مدبولي يؤكد ضرورة متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ويكلف ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. مجموعة دول السبع الكبرى تتهم روسيا بتعريض المنطقة للخطر باحتلالها محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا. والكاظمي يؤكد ضرورة العمل لحل الانسداد السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم وبداية هذه النشرة مع سمر الزهيري. أهلا بك سمر. أهلا بك نسرين. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية المحافظين بصورة كاملة. وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس المحافظين أكد مدبولي أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي. كما وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء. كما كلف رئيس الوزراء المحافظين ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وحديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى. سلم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 صيادا من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار مبادرتي مراكب النجاة وحياة كريمة. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية لارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا، حيث تم دعم صغار الصيادين بالقرية وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد. فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيد، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك حيث يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أسرا كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل، ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 144 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية، من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية. عقدت اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة اجتماعا في القاهرة في إطار حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع السودان. وقع الجانبان المصري والسوداني عددا من الاتفاقيات، ومن بينها مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتموين السودانية، ويمثلها إدارة المعارض، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية. وقد أكد الجانبان التزامهما بأحكام اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير الصيني ردا على التصعيد العدائي لبكين ضد تايوان. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها رأت سلوكا وخطابا عدائيا من بكين في الأشهر الأخيرة يهدد السلم والاستقرار في الإقليم، مضيفة أن المملكة المتحدة تحث الصين على حل أي خلافات عبر الوسائل السلمية دون تهديد أو استخدام القوة أو الإجبار. قال الجيش الصيني إنه أتم بنجاح مهاما مختلفة حول تايوان بعد نحو أسبوع من التدريبات. ونقلت وكالة رويترز عن قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني قولها إن قواتها ستراقب عن كثب التغيرات في الوضع في مضيق تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام، وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال. كانت وكالة رويترز كشفت عن وجود نحو 20 سفينة من البحرية الصينية والتايوانية قرب الخط الأوسط الفاصل في مضيق تايوان. بعد نحو أسبوع من التدريبات، قال الجيش الصيني إنه أتم بنجاح مهام مختلفة في أنحاء تايوان. قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني قالت إن قواتها ستراقب عن كثب التغيرات في الوضع في مضيق تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام، وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال. وفي مشهد يعكس التوتر حول الجزيرة، كشفت وكالة رويترز عن وجود نحو 20 سفينة من البحرية الصينية والتايوانية قرب الخط الأوسط الفاصل في مضيق تايوان. وبالتزامن مع التدريبات العسكرية، اتهمت الصين تايوان بالإضرار بفرص إعادة التوحيد السلمي من خلال اتباع سياسات وصفتها بالانفصالية. واعتبر مكتب شؤون تايوان في بكين أن على الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان تبديل مساره من أجل تقليل التوترات، ونوه الكتاب الأبيض الذي أصدره المكتب بشأن تايوان إلى أن بكين مستعدة لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكنها لن تترك أي مجال للأنشطة الانفصالية بأي شكل من الأشكال. في المقابل، نفذ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية في محاكاة لصد هجوم صيني بعد أيام على تنفيذ بكين مناورات ضخمة حول الجزيرة إثر استقبالها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. واعتبرت تايوان أن الصين استغلت زيارة بيلوسي كذريعة لتنفيذ التدريبات، منبها إلى أنها تستخدمها لمحاولة تغيير الوضع القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. المزيد عن تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان نتابعه في العرض التالي مع الزميلة ندى رضا. أهلا بكم. لا تزال تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان تلقي بظلالها على مضيق تايوان، حيث أطلقت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة لتأكيد أن لها الذراع الطولي، فيما تحاول تايبي الرد عليها بنفس الطريقة لتأكيد قدرتها على الدفاع عن النفس. الخميس الماضي أطلقت الصين أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط جزيرة تايوان التي تطل على بعض أهم ممرات الشحن البحري التي تستخدم في توريد أشباه الموصلات والمعدات الإلكترونية المنتجة في شرق آسيا إلى الأسواق العالمية. خلال هذه المناورات أطلق الجيش الصيني صواريخ باليستية ونشر أكثر من 100 طائرة حربية تشمل مقاتلات وقاذفات إلى جانب أكثر من 10 قطع بحرية من بينها مدمرات وفرقاطات إلى جانب تنفيذ هجوم صاروخي تقليدي في المياه شرق تايوان. حجم وكثافة المناورات الصينية أثارت حفيظة عدة دول خاصة الولايات المتحدة، معتبرة أن بكين تبالغ في رد فعلها على زيارة بيلوسي في ظل تجديد واشنطن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، معتبرة أن المناورات تهدد سلامة الملاحة الجوية والبحرية حول تايوان وتمهد لتغيير الوضع القائم بالقوة. الانتقادات الغربية ردت عليها بكين بإطلاق قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني مناورات جديدة بعد نحو 24 ساعة من انتهاء سابقتها. تركز التدريبات الجديدة على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية. تايوان من جانبها نددت بالمناورات الصينية، معتبرة أنها تهدف لترهيبها من خلال محاكاة هجوم على الجزيرة.
وقالت إن المناورات تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق تايوان ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بها. وأكرت بفعل عملي على مناورات بكين، أطلقت تايوان تدريبات عسكرية بالمدفعية في جنوب شرقي البلاد شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة من غزو صيني. كما حشد جيش الجزيرة دوريات جوية وبرية ونشر أنظمة صواريخ برية، بحيث باتت تدريبات البلدين تتم في وقت متزامن أو متتابع. هذا التصعيد المتبادل جعل الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية تحذر من انزلاق الوضع في المنطقة إلى مواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى، مما سيلقي بظلاله الكثيفة حتما على العالم بأسره. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. اتهمت مجموعة الدول الصناعية السابع موسكو بأنها تعرض المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية للخطر، وطلبت روسيا بأن تعيد المحطة على الفور إلى ملكها السيادي والشرعي أوكرانيا، مضيفة أن سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض المنطقة للخطر. نقلت وسائل أعلام روسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الطلب الروسي جاء بعد تزايد الهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا وعواقبها الكارثية المحتملة. كانت الخارجية الروسية قد قالت إن العالم يسير على حافة الهاوية في ظل الوضع المتعلق بضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا على حد تعبيرها. في غضون ذلك، كشفت شركة إنيرجو أتوم الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوروجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها. وصرح بيترو كوتين رئيس الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية الأربع للتلفزيون الرسمي الأوكراني أن القوات الروسية المتواجدة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تنفذ برنامجا لشركة روس أتوم المشغل الروسي يهدف إلى ربط المحطة بشبكة كهرباء القرم، مبينا أن موسكو أتلفت ثلاثة خطوط متصلة بنظام الطاقة الأوكراني بينما تعمل المحطة بخط إنتاج واحد فقط. دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى تنظيم تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا. وقالت زاخاروفا إن موسكو ترفض دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، مبينة أن بلادها تدعم تفتيشا دوليا للمحطة من قبل وكالة الطاقة الدولية. أعلن مسؤولون روس أن سلطات كييف تتعمد قصف محطة زابوروجيا النووية من أجل إجبار موسكو على الانسحاب. أوضح عضو بالمجلس الروسي لإدارة منطقة زابوروجيا أنه منذ عدة أسابيع كانت كييف تجمع معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية، ثم بدأت الهجمات بطائرات الاستطلاع والهجوم ونظام إطلاق الصواريخ بعيد المدى للقوات الأوكرانية على المحطة النووية، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تفكر في العواقب بالنسبة لأوروبا من خلال مهاجمة منشأة نووية. We'll be right back.
شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على مواصلة واشنطن تقديم الدعم العسكري لكييف. في سياق ذاتها أوضح أوستن أن حلف شمال الأطلسي الناتو أصبح أكثر تضامنا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن الاعتداء على أي عضو في الناتو هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية في منطقة نيكولايف. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن ضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية دمرت مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54 في دونيتسك، وبلغت الخسائر إلى ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا وأكثر من 6000 قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات. أعلنت بريطانيا أن روسيا تنشئ تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن القادة الروس ما زالوا يواجهون ما وصفته بالتضارب في أولويات العمليات لتعزيز هجوم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب. أعلن حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك الواقعة في وسط أوكرانيا الشرقي مقتل 13 ميدانيا في قصف روسي على المنطقة. وزعم الحاكم الأوكراني أن شخصين توفيا متأثرين بجروحهما، يضافا إلى الحصيلة الأولى البالغة 11 قتيلا التي كان أعلنها قبيل ذلك. امتنع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ عن الإدلاء بأي تكهنات بشأن موعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك عن تقييم عواقبها المحتملة. كما شدد ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة فيستي الصربية على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن كم الوقت الذي سيتطلب ذلك، واعتبر أن عدم تقديم الدعم لأوكرانيا كان يتناقض مع المصالح الأمنية للغرب، حيث أنه من شأن ذلك أن يجعل أوروبا في موقع حساس أكثر. عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تقديره لعمل الحلفاء الذين صدقوا على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال بلينكين في بيان: نشجع الجميع على إكمال العملية حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه حلفائها في الناتو. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على اتحاد الحلفاء في مهمتهم المشتركة للدفاع عن المجتمع الأوروبي، كما أكد التزام الولايات المتحدة بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وبتعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي. تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع ليصل إلى 8.5% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي مع انخفاض أسعار البنزين. هذا وتراجعت أسعار البنزين بنحو 7.7%، وهي الوتيرة الأكبر منذ أبريل 2020 بعدما ارتفعت بنحو 11% في يونيو، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء بقيمة 10.9% على أساس سنوي في أكبر وتيرة منذ عام 1979. كانت مؤسسات اقتصادية أمريكية توقعت تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.7% بعدما قفزت في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في 40 عاما مسجلة 9.1%. قالت وزارة العمل الأمريكية إن إنتاجية العامل في الولايات المتحدة هبطت في الربع الثاني من العام الجاري وسجلت انخفاضا قياسيا على أساس سنوي. وأضاف تقدير الوزارة أن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي تراجعت بنحو 4.6% على أساس سنوي بعد هبوطها بنحو 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
أعلن وزير المالية الألماني أن بلاده ستقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد. كما أشار وزير المالية الألماني إلى أن حزمة الإجراءات تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل والبالغ 42% وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مشددا على أن الحكومة اضطرت للتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار. في النرويج تجاوز تضخم التوقعات للشهر الرابع على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في 34 عاما خلال يوليو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات النرويجي ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 6.8% على أساس سنوي، في حين كان متوقعا ارتفاعه بنسبة 6.3%. نقلت صحيفة إكسبريس البريطانية عن بنك إنجلترا تحذيراته من أن المملكة المتحدة قد تقع في ركود هذا العام بعد توقعات بارتفاع معدلات التضخم في الشهرين المقبلين وانكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام الجاري. هذا وتوقعت إكسبريس أن تصل معدلات التضخم البريطاني إلى 13% بحلول نهاية العام، مرجحة أيضا ارتفاع سعر فاتورة الطاقة بنسبة 24% أخرى في أكتوبر المقبل. كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن السبب يعود لاستمرار عمليات الإغلاق المتتالية لمكافحة فيروس كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تضغط على سلاسل إمداد الغاز والنفط. ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في المملكة المتحدة بنسبة 30% خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري وسط انتعاش للطلب وزيادة أسعار النفط، وجاء ذلك مع انتعاش الطلب على الحجوزات وتعرض الركاب إلى أسابيع من الاضطرابات نتيجة لنقص العمالة، وتسببت موجة من الاضطرابات في شركات الطيران في حالات التأخير وإلغاء الرحلات في اللحظات الأخيرة. ارتفع معدل التضخم في الصين خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى في عامين، رغم أن ضعف الطلب الاستهلاكي أبقى ضغوط الأسعار الإجمالية تحت السيطرة. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وذلك مع ارتفاع إجمالي أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3%. أيضا تعتزم طوكيو رفع تعريفة سيارات الأجرة لأول مرة منذ 15 عاما مع تصاعد التضخم، ومن المقرر زيادة تعريفة بداية الرحلة بنسبة 19% والتعريفات اللاحقة بنسبة 20% في نوفمبر المقبل، رغم أن كليهما سيغطي مسافات أطول قليلا بحسب مقترحات قدمتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية إلى مكتب مجلس الوزراء. قالت وزارة النقل إن هذه الزيادات ضرورية لتحسين الأجور وبيئة العمل للسائقين، وكذلك لتغطية ارتفاع تكاليف الوقود. أفادت وكالة بلومبرغ بأن البنك المركزي التايلاندي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع. ونقلت الوكالة عن بنك تايلاند قوله إن لجنة السياسات الخاصة به صوتت بستة أصوات مقابل صوت واحد لزيادة سعر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3/4% لتصبح أول زيادة منذ ديسمبر 2018، مضيفا أن أحد الأعضاء صوت على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتقليل مخاطر الاضطرار إلى زيادة السعر في وقت لاحق. تبحث دول جنوب آسيا عن خطط مبتكرة للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي فاقمت التضخم لديها وأيضا زادت من مخاوف تخلفها عن تسديد ديونها. المزيد نتابعه في التقرير التالي. قلق كبير تشهده دول جنوب آسيا مع تزايد مخاوف تخلفها عن تسديد ديونها المتراكمة في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات التي اجتاحت جواره الشرقي.
وتهرول باكستان بحثا عن خطة إنقاذ تجنبها التخلف عن سداد ديونها فيما تتدهور عملتها، وقد سعت بنغلاديش لتحصل على قرض استباقي من صندوق النقد الدولي. أما سريلانكا فقد تخلفت بالفعل عن سداد ديونها السيادية وانهارت حكومتها، كما شهدت الهند انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها فيما يتضخم عجز ميزانها التجاري. خبراء اقتصاد أكدوا أن دول جنوب آسيا استمتعت خلال السنوات العشر الماضية بالديون الدولارية منخفضة التكلفة والتمويل الاستهلاكي مع مشاريع غير ضرورية. أما الآن فتعيش دول جنوب آسيا أحوالا تشابه ما مرت به دول جنوب شرق آسيا منذ ربع قرن كانت تسمى بالأزمة المالية الآسيوية. وبدأ الصدع يظهر بشكل كبير هذا الربيع حين سارع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ودفع ذلك لزيادات في جنوب آسيا، حيث كان التضخم يتسارع أيضا فاختفت الأموال السهلة وانخفضت قيمة العملات وتبددت احتياطيات النقد الأجنبي. يبدو أن صندوق النقد الدولي متساهل في مراحل مختلفة من التفاوض مع الاقتصادات الأكثر عرضة للضرر لتقديم قروض محتملة، إلا أنه فرض في ذات الوقت إجراءات تقشف قاسية على الحكومات المتعثرة في الأزمة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتبع نفس القواعد هذه المرة بحسب خبراء. وما تزال هناك علامات خطر كثيرة، فقد ضرب المنطقة شح في الوقود والغذاء وارتفاع التضخم الناجم جزئيا عن أزمة أوكرانيا، فضلا عن اضطرابات سياسية في سريلانكا وباكستان. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. دخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد واردات الفحم الروسي حيز التنفيذ، وبذلك القرار لن يعد مسموحا لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الفحم من روسيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحظر الذي يفرضه التكتل. هذا ويعتبر الحظر جزءا من حزمة العقوبات الخامسة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي. واتفقت دول الاتحاد على فترة انتقالية مدتها 120 يوما لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حظر الاستيراد. ويعد حظر الفحم أول عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. أظهرت بيانات من الشركة المشغلة لشبكة الغاز في لاتفيا أن روسيا استنفت إمدادات الغاز الطبيعية في 5 أغسطس، وذلك بعد أسبوع من قيام شركة غازبروم الروسية بوقفها وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. كانت غازبروم قالت في 30 يوليو إنها أوقفت إرسال الغاز إلى لاتفيا بعد اتهامها بانتهاك شروط التوريد، فيما لم يتضح على الفور سبب استئناف صادرات الغاز الروسية إلى لاتفيا. أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أزمة طاقة ناشئة قد تعاني منها النرويج خلال العام الجاري، مضيفة أن الطقس الجاف الذي ساد البلاد أدى لخفض إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة الضغوط لخفض صادرات الكهرباء. كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن فصلي الشتاء والربيع الجافين بشكل غير عادي أسفر عن ترك العديد من الخزانات في جنوب النرويج بمستويات منخفضة تدريجيا من المياه، الأمر الذي دفع الحكومة في أوسلو إلى التعهد بالحد من صادرات الكهرباء، معتبرة أن هذا القرار من شأنه أن يثير حفيظة العديد من البلدان مثل ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة الذين يستوردون كميات كبيرة من الكهرباء من النرويج عبر الكابلات.
قال وزير التحول البيئي الإيطالي أن إيطاليا في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء، بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبيعي في إفريقيا وزادت بشكل كبير من مخزوناتها من الغاز. وقال الوزير الإيطالي إن خزانات الغاز في بلاده مملوءة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء. وأضاف أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام. وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. كما أكد الكاظمي ضرورة العمل لحل الانسداد السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في العراق. كما أعلن أن مطار الموصل الدولي سيمنح فرصا عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى والمناطق المجاورة. كما أضاف أنه هناك جهودا جبارة لإعادة إعمار مدينة الموصل. هناك جهود جبارة تنجز عرض يوميا من أجل الإعمار، وأنا شخصيا أتابعها وأتابع تفاصيل التحديات ونعمل على ترديل هذه التحديات من أجل أن نبعث رسالة أن العراقيين يستحقون الحياة وأن العراقيين قادرين على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، وإن شاء الله هذه المشاريع تستمر في البناء والإنجاز وخدمة أبناء هذه المحافظة. اليوم جئتكم بعدما وعدتكم في ذات الأخيرة أنه خلال شهر سوف نقوم بإنجاز ما وعدناكم فيه قضية تنفيذ أو وضع حجر أساس لهذا المطار. تأخرنا بعض الشيء، ولكن من أجل تدليل كل الموانع والعقبات القانونية حتى يكون إنجازنا إنجاز صحيح. مشروع مطار الموصل مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة، وسوف نضع حجر أساس اليوم وسوف يتم العمل والمباشرة بهذا المشروع من اليوم. وجهت روسيا اتهامات إلى الولايات المتحدة بالتصعيد غير المنطقي وغير الضروري، وذلك بعد إعلان واشنطن عن عملية تفتيش في الأراضي الروسية بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تسمح في الوقت الحالي بالتفتيش على أسلحتها بسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها على مسؤولين روس، ما يجعل إجراء عمليات تفتيش متبادلة أمرا مستبعدا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك طريقة واحدة فقط للتأكد من أن الحرب النووية مستحيلة، وهي عدم وجود أسلحة نووية على الإطلاق. كما قال غوتيريش إن العالم يفكر الآن ولأول مرة منذ عقود أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى. جاء ذلك في تصريح أدلى به غوتيريش خلال زيارته إلى منغوليا. قتلت الشرطة الفرنسية رجلا أشهر سكينا في مطار شارل دي غول في باريس على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة. وقالت شرطة باريس في تغريدة إن عناصر الشرطة حيدت شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار شارل دي غول، وأكدت أنها اتخذت إجراءات استباقية لعدم وقوع أي إصابات في الحادث. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رسميا تشكيل حكومته الجديدة، معربا عن أمله في أن تساعد في مواجهة عدد من التحديات مثل فيروس كورونا وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التوترات في كل مكان وفي كل من أوكرانيا وتايوان. كما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن HK أنه تم الإبقاء على كل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية شونيتشي سوزوكي وثلاث وزراء آخرين في مناصبهم، مشيرة إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أيضا خمسة وزراء سابقين. كما أضافت القناة أن الوزراء التسعة المتبقيين سيتولون حقائبهم الوزارية للمرة الأولى.
وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب وزارته بإعطاء الأولوية للاستثمار في بناء نظام ردع ثلاثي المحاور ومنصة قتالية تتكون من أصول عسكرية معتمدة على البشر أو ذاتية القيادة، وذلك بهدف مواجهة تهديدات نووية وصاروخية لكوريا الشمالية. وقال جونغ سوب إنه بلا تعزيز منهجي في دفاع كوريا الجنوبية سيكون من الصعب مواجهة التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية والمنافسة التقنية. اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للأمة الكورية عن ما سببته لها من خسائر في الأرواح الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع. وقدم يون الاعتذار خلال اجتماع حكومي بشأن الاستجابة للفيضانات في سيئول والمناطق المحيطة بها التي خلفت 9 قتلى و7 مفقودين، كما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات على طرقات رئيسية ومحطات قطارات أنفاق ومنازل. فيضانات غير مسبوقة تضرب العاصمة الكورية الجنوبية سيول وتتسبب في سقوط قتلى ومفقودين. في العاصمة اجتاحت مياه الأمطار الغزيرة محطات مترو الأنفاق والطرق الرئيسية، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق فضلا عن غرق مئات السيارات. يأتي ذلك فيما حذرت السلطات من هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، يصاحبها رياح شديدة ورعد وبرق في موجة وصفت بأنها الأشد في كوريا الجنوبية منذ 80 عاما. من جانبه وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول المسؤولين الحكوميين بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر، وحث الشركات على مرونة التعامل مع موظفيها فيما يخص أوقات العمل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعامل بحذر مع حالة الأمطار الغزيرة. يأتي ذلك بينما يحاول عمال الإنقاذ إزالة سيارات غمرتها المياه وتسببت في ازدحام مروري كثيف أربك شوارع العاصمة التي يقطنها حوالي 25 مليون شخص. ويزداد خطر الفيضانات حول العالم يوما تلو الآخر بسبب التغير المناخي الذي يتسبب أيضا في حرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تأتي على الأرواح والممتلكات في مختلف دول العالم. نجح رجال الإطفاء في السيطرة على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ كوبا، بعد أن دمر على مدى 5 أيام 40% من منشأة تخزين الوقود الرئيسية، وتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. وبحسب شهود عيان، أتت النيران على جزء يتألف من 4 صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ الجمعة الماضية، حيث خمدت في حين تضاءلت أعمدة الدخان الأسود الكثيف التي تتصاعد من المنطقة، وبدأ لونها في التحول إلى اللون الرمادي. أفادت مسؤولة في خفر السواحل اليونانية بأن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة في بحر إيجا. وأوضحت المسؤولة بحسب شهادات 29 شخصا تم إنقاذهم أنه كان على المركب 80 شخصا، ما يعني أن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين. ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح اليوم عن المفقودين الذين غرق مركبهم. أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا إلى تدمير 6000 هكتار من غابات الصنوبر وإجلاء 1000 الأشخاص. وذكرت السلطات الفرنسية أن الحريق امتد إلى مقاطعة لاند جنوبي فرنسا، وتم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماجن وقطاعات أخرى، أي ما يعادل نحو 3800 شخص. وأكدت السلطات أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 586 مليون و511 ألف إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 6,423,000 حالة وفاة. كما أوضح بيان الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، تليها الهند ثم البرازيل. حذرت الصين من انتشار سريع لفيروس كورونا في مناطق معينة في البلاد، وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فينغ إن كورونا ينتشر بسرعة في مناطق صينية من بينها شين جيانغ وأيضا جوان دونغ، محذرا من مخاطر التفشي المجتمعي للفيروس في هذه المناطق. رياضيا، حقق منتخب مصر لكرة السلة للآنسات فوزا كبيرا على نظيره الجزائري بنتيجة 98-44 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا تحت 18 سنة والمقامة حاليا في مدغشقر. وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، وينتظر الفائز من تنزانيا ومدغشقر لمواجهته الخميس قبل النهائي. فاز منتخب اليد للناشئات مواليد 2004 على منتخب أيسلندا بنتيجة 35-33، وذلك في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ببطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا الشمالية، ليحتل بذلك منتخبنا الوطني المركز السابع. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب أيسلندا بنتيجة 16-12، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31 لكل منهما، ليحتكم الفريقين إلى رميات 7 أمتار. يواجه فريق الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في 9 مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز. وبهذا يمتلك الأهلي 59 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك المصري 33 نقطة في المركز الثاني عشر. يستضيف فريق الإسماعيلية الخميس نظيره الاتحاد السكندرية في منافسات الأسبوع 30 للدوري الممتاز، وسيقام اللقاء في 6:30 مساء في ملعب الإسماعيلية، ويمتلك الفريقان 33 نقطة، ولكن الإسماعيلي لديه مباراة مؤجلة. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتسيبي تفاصيل اطلاق دوري السوبر الافريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد في تنزانيا. ومن المقرر ان ينطلق دوري السوبر الافريقي في اغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، على ان يحصل البطل على مبلغ اكثر من 10 ملايين دولار، ويتم منح 3 ملايين دولار ونصف الى 24 نادي المشارك في البطولة. كما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هوية الأندية التي سيكون لها الأحقية في المشاركة ببطولة الدوري السوبر الأفريقي، والتي ستأتي بناء على تصنيفها في مسابقات أندية إفريقيا في آخر 5 سنوات، وهو التصنيف الذي سيصدره كاف لاحقا. ومن المنتظر أن تشهد بطولة دوري السوبر الأفريقي مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز من مصر في أول نسخة، والتي ستنطلق في أغسطس 2023. يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أينراخت فرانكفورت الألمانية اليوم في بطولة السوبر الأوروبي
وسيقام اللقاء في 9 مساء على الملعب الأولمبي في مدينة هلسنكي بالعاصمة الفنلندية، ويشارك ريال في المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، بينما يدخل أينراخت المباراة عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي. تقام الخميس العديد من المباريات ضمن تصفيات التأهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، نتابع أبرزها في العرض التالي. ودع النجم البريطاني أندي موراي منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس التي توج بلقبها 3 مرات، وذلك من منافسات الدور الأول بعدما تغلب عليه الأمريكي تايلور فيتز وبمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3، وفرض فيتز تفوقه بشكل كبير في المجموعة الأولى، ثم دفع موراي عن فرصه بقوة خلال المجموعة الثانية، لكنه نجح في الفوز بها، وشهد اللقاء تحطيم موراي لضربة أكثر من مرة. استهلت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 4 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات مشوارها في بطولة تورونتو المفتوحة بالفوز على الأمريكية سلوان ستيفنز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تصبح أولى المتأهلات لثمن نهائي المسابقة وفي دور 16. ستواجه ساكاري الفائزة في المباراة بين التشيكية كارولينا بليسكوفا والأمريكية أماندا أنيسيموفيا. And it's Maria Sakkari. ومن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وبأخبار الطقس نكون وصلنا لختام هذه النشرة، والآن تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يؤكد ضرورة متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ويكلف ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. مجموعة دول السبع الكبرى تتهم روسيا بتعريض المنطقة للخطر باحتلالها محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. الكاظمي يؤكد ضرورة العمل لحل الانسداد السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، قدم هذه الجولة الإخبارية لحضراتكم الزميلة نسرين فؤاد، وهذه تحياتي أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.